يوم حزين تفقد فيه الساحة الوطنية والساحة المحلية بشكل خاص علما من أعلامها الكبار شيخ سيداتي السلامي. يمكن أن نقول بأن خزانة ضخمة فقدت برحيله، خزانة العلم والأدب والفكر والتاريخ والشعر. سيداتي السلامي قدم للثقافة الحسانية عطاء كبيرا يتجلى في الكشف عن جوانب مهمة ومتنوعة من هذا التراث الحضاري والتراث الإبداعي الكبير. سيداتي السلامي أيضا كان قبلة للباحثين وقبلة للمثقفين، فعلا كان فعلا يعني يقوم بمساعدتهم، وكان بيساعد من الناحية العلمية ومن الناحية الشخصية ومن الناحية الإنسانية. لذلك فقيدنا الشيخ سيداتي السلامي بفقدانه نفقد كما قلنا مكتبة، ولكن نفقد أيضا قامة إنسانية عظيمة كان لها الأثر البالغ في جيل كامل. يمكن أن نقول بأننا فقدنا اليوم خزانة كبيرة، خزانة عظيمة رحمه الله. ويمكن أيضا بأن يمكن أيضا أن نقول يعني فعلا بأن الثقافة تنكس أعلامها لهذا الحدث الجلل. مع الأسف عالم من أعلامها ومن رجالاتها الكبار المرحوم بإذن الله سيداتي السلامي، المعتقل السياسي السابق والمثقف والأديب والفقيه، تلك القامة الكبيرة من القامات الأدبية، بل ذاكرة شعبية زاخرة وتاريخية ترتحل من مكان إلى مكان. يعني فقدت الصحراء هذه الذاكرة التي لن تعود مرة ثانية. ذلك سيدات السلامي هو ذلك الإنسان الذي يستقبلك ببشاشة وبكرم، بل أن الابتسامة الطيبة لا تفارق ذاك المحيا الطيب، جمع بين علو الثقافة وحسن الخلق رحمة الله عليه. قامة أدبية وإنسانية ترحل عنا اليوم، ترحل عن هذه الدنيا الفانية في هذا اليوم الحزين. فعلا الصحراء فقدت رجل من رجالاتها. فالحكاية الشعبية يتيمة ودامعة المآقي، وكذلك الشعر ينتحب في صمت في غياب سيداتي السلامي. نعزي أنفسنا ونعزي أهل الصحراء وأرض البيضان عامة، وكذلك خالص العزاء لأسرته ولكل أصدقائه ومحبيه. ولا نقول إلا ما يرضي الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.